معكم مشكار عبد الرحيم، صانع تقليدي منذ 40 سنة. جات المبادرة وصدقت أنا مقسي منها، وشدوها شي ناس ما خصهمش يشدوها، عندهم زينات، عندهم محلات كبار، عندهم المحل دابا تعطي فيه المليار كاع وما تدخلش ليه على الأرض ديالو. شنو نوع الصناعة التقليدية اللي كدير؟ الصناعة اخويا كندير هادشي ديال الفخار، هادشي ديال الطين العملي. أنا كنت في الشعبة، وملي تهزيت الشعبة صافي بقاو هادوك الحوين تالت اللي ما عندهمش كاع حتى شي ورقة، وأنا كنت كنتلصق نوبة نكري عند هذا، نوبة عند هذا، نوبة عند هذا. وحتى دابا تفاجئنا بالمبادرة، مشاو داو الناس الأغنياء والناس اللي مستافدين في إطار تعاونيات. راه مقيومة التعاونية، راه مقيومة ب 300 400 500 مليون، ماشي سهلة باش تعاود باش يعاود بنادم يستافد، راه ظلم. وحنا شن انا راه عندي خوتي مراد، عندي دوش المرضى، راه كاين اللي في دار الحق وكاين اللي باقي في الدار، وانا راني دابا عييت، انا اللي خاصني نتبادر باش شحال من عام وانت في هذه الحرفة؟ 40 سنة. انا من 75 كنت كنقرا، من 75 كنقرا خويا، وكنشري كتاب لخويا، ها هو هاد السيد راه مات الله يرحمو، هادي ما قراتش، هادي نقولو ما كانتش كتزيد كاع، هادي كانت شي شوية كيقابش. ومن بعد صافي بقيت تخرجت الفخارة في ديك 81 تقريبا، صافي خرجت ليها 83 لقاتني الوالد. المطالب ديالي كنطلب من العمل باش يحقق مع هاد الناس ويردوا هادوك المحلات لأهلهم، لا ولا يدوزوا معانا الامتحان، اللي معلم وصناعي يدير الامتحان ويشد المبادرة. واش يجي واحد عنده قهوة، عنده شكارة، عنده باع عجل، باع ودي الحق، زي سيدي هات سيدي، زي تخدم ورينا ايديك وهنيئا لك باش تقدرني انا. وانا انا راني ضربت عمور في هاد الحنطة هادي، راه ماشي سهلة. انا راه لامين ديالهم، راه كبر مني وخدم معانا عند العسيري محمد الله يرحمه، هاد اللامين قاع ديالهم اللي دابا كاين خدم معايا انا. وحشومة هادو كان العامل سيدي كنصيفط ليهم باش غادي يديروا لجنة وكونوها مع بعضياتهم، شكون اللي زاد لها زادوهم هادو ملي ترأسوها هاد واحد. انا نقول لهم من هاد المنبر مرتزقة، من هاد المنبر نقول لهم مرتزقة، عطاهم الأمانة باش يفرقوها، هما ماشي معلمين أصلا. أنا نجيك من التالي ديالهم، واحد اللي قاري تل 60 تل سبيح ما فايتهاش، والله ما فايتها في الصنعة، ولا قال يزيد الامتحان. دابا الرسالة ديالك أنت، هما بغيت الحق يرجع لهم، يرجع لينا، يرجع للصنايعي. أنا صنايعي وخاصني نستافد وضروري. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديرو جيم.